أطلقت تاتش أول منصة خاصة بها لريادة الأعمال والابتكار تحت عنوان تاتش إنوفيشن بروجرام بالتعاون مع أرابنت، وكشفت عن شركتها الجديدة مع أنتورك لتجهيز تاتش لاب ليصبح مساحة تتوفر فيها كل المتطلبات التي تحتاجها الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب. جرى ذلك في حفل رعاه وحضره معالي وزير الاتصالات جمال الجراح في تاتش لاب بحضور ممثلين عن الشركات الثلاث ومجموعة من رواد الأعمال وأهل الصحافة والإعلام.